انا اول مره استعملت سلاح كان عمري 18 سنه، وكان في انه قصة فلسطينية كبوا منشير انه المسيحيين سيقتلون الاسلام وما بعرف شو ايش من هذا، كبوا منشير على البسطه، كنت مير على البسطه مع اثنين شيعة من ميس الجبل اصحابي اصدقاء، ومعي واحد كمان اسمه احمد عميرات كردي كمان، لقطنا الورقه هيك انه نحن اسلام ومسيحي مع بعضنا ماشيين وما في شيء، ليش عم تكبوا المناشير هيدي؟ هنا بلشت هالاشياء هيدي النعرات تمشي، وبعدين انا كنت موظف بالمطار يعني، وبعدين هالنعرات تكبرت كبرت كبرت، بعدين تركنا كل واحد ترك شغله وحملنا البارودي، خيرونا بين واحد بيو يقني له السياره ولا يحمل بارودي، لا حمل البارودي، البارودي اهم، هذا اللي صار. كنت بال 75 من بعد انقلاب الاحلب دغري، يعني بعد انقلاب الاحلب كان في اجى لواء اليرموك على الماء على على البربير، اجى لواء اليرموك ونحن جينا وقفنا على المتحف يعني على مستشفى الاطفال سابقا هونيك، وبعدين صار اسمه مركز التيوس، كانت هونيك ممر لشم الهواء للتمشاي، ممر كتير حلو، العالم بتلاقى ببعضها وهيك، انه عالم كل العالم بتلاقى ببعضها، كل العالم بعضها بعض يعني، من كل الطوائف من كل الناس يعني، صارت جحيم وجهنم يعني، كانت مختلطة من جيش ومرابطون ولواء اليرموك وكتائب وأحرار ومن كل الحرب فايت على بعضها. مجرد ما طل على المتحف عميق على اي او اي منطقه كانت تماس بتذكر انه هون كان الحرب موجوده، كان القتل والموت والدمار، لانه يعني انا بعترف في عندنا اخطاء كثير يعني، صارت اخطاء بالاخص المعابر يعني، المنيح بعزل ابيح يروح، انا يعني كان في اخطاء من كل الجهات مش من جهتنا بس يعني، طريقه الاستقبال عند الكل كانت غلط، طريقه التوديع عندي غلط يعني، بما انه حامل سلاح واقف فكر حاله انه هو الزير، هو القوي، ما في حدا قوي غيره، وعلى ناس على ناس عزلت السلاح يعني ما معنا سلاح، ومرئين مسالمين ومرئين مسالمين عند كل الفرق، مرئين مسالمين بس، ولكن الكل كان يتبهدل من الكل، الكل كان يتبهدل من الكل يعني، هذا خطا عند الكل، وللاسف يعني هذا اللي صار، وهذا يعني اول شيء بتاسف من ناحيتنا نحن يعني، اخطاء الواحد بتاسف عمالته بس يعني، انه كان في اخطائي، اللي بقدر بقوله لكل الاحزاب، ولو انا كنت منهم بقول لهم انه خلينا نحن اذا بياتنا اماتنا ماتوا حرق على قلوب اولادهم على قلوب اولاد العالم كله، بتمنى انه نيمونا نحن الاخوه كررين العين، نعرف مصير اخواتنا واولادنا واحفادنا ومين ما كان يكون، ولو كانوا اموات، واللي عنده مقابر ما جماعيه طمره من جماعتنا نحن وبجر يكشفوه على وجه الارض، لانه العالم ترتاح، واذا ما هيك عملوا العالم ما انا مرتاحه، بعد الذاكره موجوده بدل بس ببينوا لنا الموتانا، يمكن تتلاشى الامور شوي شوي يعني.